مساء الخير لكم كاملين، شكرا على الحضور ديالكم. الحضور ديالكم هو دعم كبير لنا باش نقدروا نستمروا باش نقدروا نخرجوا افلام. هذه شي حاجه كبيره، شكرا لكم بزاف كاملين. الوغ حنا اليوم في اطار الجوله اللي كنديروها بالفيلم تاكسي ابيض الجزء الثاني ديالو في مدينه مراكش، وهذه الجوله اللي غتمتد ان شاء الله ابتداء اللي بديناها من مراكش، قاصدين نبداو مراكش بحكم ان مدينه ديالنا حنايا هي فين تزادينا وهي فين كبرنا، اللي غتمتد للمغرب كامل. وهذه الجوله هذه هي بحال قلنا بروموسيون باش الناس يجيو يشوفوا لو فيلم ويكتشفوا معنا هاد المجهودات كاملين اللي درناها باش خرجنا هاد لو بيبي اللي غتكتشفوه كاملين اليوم ان شاء الله. العمل مورا تاكسي بيض جوج اللي كان غيتصور قبل من تاكسي بيض جوج، اللي هو فيلم سينمائي بعنوان ما منو جوج، اللي ان شاء الله كنوجدوا ليه وغادي نبداو الاشتغال عليه ان شاء الله في سبتمبر باش يتصور ويكون موجود العام الجاي ان شاء الله 2025. كاينين افكار ان شاء الله ديال البرامج، ولكن بصراحه مركز بزاف على لا فيكسيون دابا. غيكون ان شاء الله الشغال على مسلسل قريبا باذن الله مع التلفازه. كيختلف هو ديما كاينه الا بغينا نقولوا واحد لاتوش ديالي، فهمتيني، اللي ما نقدرش نستغنى عليها لانه هذيك اللمسه ولكن الاختلاف الا بغينا نقولوا في اللوجيستيك ان بو، في لي ديكور، في لي مويان اللي تخسرات عليه. يعني غنشوفوا يعني ديكورات كبار، غادي نشوفوا كاستينغ كثير، غادي نشوفوا تقنيات جديده. دونك هذا هو كنظن الاختلاف اللي، وكنتمنى يعجبكم. الى عجبكم نتوما هما لي زومباسادور ديالنا باش يوصل للناس يجيو يشوفوه ان شاء الله. كنقول لهم شكرا بزاف، لانه السينما ولا الفن ما يمكنش يكون الا ما كانش جمهور، والجمهور الذواق اللي يبغي يساند ويشوف اعمال اللي في المستوى. دونك كنقول شكرا لاي واحد قطع التيكي ديالو وجي يساند ويشوف فيلم ماروكان. تاكسي بيض هو واحد الرحله اللي كانت خدات بزاف ديال الوقت، كان الجزء الاول. الجزء الثاني خدا بزاف ديال الوقت باش يتصور باش يتكتب من قبل كورونا، ودابا الحمد لله خرج للجمهور. فيلم اللي فيه الكوميديا، فيه لاكسيون، فيه فرجه، فيه تشويق، فيه بزاف ديال الرسائل، فيه بزاف ديال الشخصيات، بزاف ديال المواقف اللي كنتمنى ان الجمهور يعجبو الفيلم. والحاجه اللي جديده اللي ارتئينا اننا نديروها في هذا الفيلم هذا هو الجوله اللي غادي نديروها في المغرب كله ان شاء الله، تكون بحضور الممثلين والمخرج باش نتشاركوا مع الناس باش نقربوا لهم بزاف، ونتمنوا انهم يحضروا. الدور ديال سي محسن في الفيلم هو بوعوينه هو واحد المروج ديال المخدرات، هو موضوع اللي حساس بزاف واللي عالمي ماشي غير في المغرب. بوعوينه هو واحد الشخصيه اللي كيخدم العقل ديالو بزاف، يعني الذكي كيفاش يروج المنتوج ديالو، ديما كيفكر في دي بلون وتيدير المخططات باش يعني ما كتعرفوش واش يعني ما كيبينش شنو عنده. هذا الدور بالنسبه لي كان هو امتداد للشخصيه من الجزء الاول للجزء الثاني، وكان التحدي اللي فيه بالنسبه لي هو لاكسيون في الفيلم، لانه بحال بوعوينه في الاول تشد. الدور ديالي في تاكسي بيض جوج هو واحد الشخصيه ديال واحد البنت اللي كتخدم في المافيا. المفروض انها ما عايشاش في المغرب، ولكن هي اللي كتكون سبب انها خرجت بوعوينه، بما انه في الجزء الاول كانت بقى في الحبس، فهي كتكلم بانها كتخرجوا، ومن تما كيبدا المشوار ديال سموني قرصانه، سماني علال اللي هو سيدي محمد خياري قرصانه، هي سميتها روكسانه في الفيلم. الشخصيه هي شخصيه ديال واحد البنت اللي كنشوفوها في الاول، والظهور ديالها في الفيلم في كامل الانوثه ديالها، ولكن واحد الانسانه اللي ملي كتحيد الجلد ديال الانوثه هي قتاله، يعني ما عندهاش من غير الوظيفه ديالها هي انها تهز السلاح. غنخليكم باش ما نحرقش لكم الاحداث ديال الفيلم. داز زوينه بزاف، خدمنا في واحد الجو عائلي، ما كناش كنحسوا باننا خارجين من لافامي مانزي. الحمد لله هادشي غادي تحسوا به حتى في العمل ملي غتكونوا كتفرجوا فيه. خدمنا تمن الدور بالنسبه لي انا هو جديد عليا، لان الشخصيات اللي كنت كنلعب قبل، انا اول عمل ليا الناس اللي كيعرفوا اول اعمال تلفزيونيه ليا كانت جوج ديال التيليفيلم مع الفنان الكبير المغربي المراكشي سي عبد الله فركوس اللي كنوجه ليه تحيه. فهداك الشيء علاش اليوم العرض الاول ديال الفيلم في هذه المدينه هذه اللي كنت انا اول ظهور ليا بعد الله سبحانه وتعالى بفضلكم انتم، فانا فرحانه بزاف. كنتمنى ان شاء الله فريمون ان الفيلم يعجبكم. كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، بما اننا حنا باقيين في عيد الاضحى، اليوم يا ربع يوم،
وإن شاء الله كنتمنى للشعب المغربي داخل أو خارج المغرب دائما الراحة والهنا والصحة والله يخليكم ديما مجموعين مع عائلتكم وحبابكم. كنحضروا اليوم لواحد تجربة فريدة من نوعها في المغرب، بعد ما كانت في أيامات السبعينات والثمانينات وبداية السينما المغربية، أننا كنشوفوا فيلم مستقل عن الدعم ديال CCM، وهذه بادرة طيبة جدا أننا كنشوفوا أفلام مثل هذه، أن نشجعوا كذلك الأفلام المستقلة اللي هي كتعبر على الهموم ديال المواطن، وكذلك كندخلوا في واحد السينما اللي هي سينما تجارية كذلك، وسينما كذلك ديال المؤلف. احنا في أمس الحاجة أن يكون عندنا بحال هذه الأفلام اللي هم مستقلين. تاكسي بيد الإخراج منصف مالزي هو تجربة ديال أكشن ديال واحد الحبكة كتجمع ما بين ما هو عصري وهو تقليدي بمناظر طبيعية، اللي هي مدينة اختار كمدينة الدار البيضاء ومدينة مراكش مكان ديال التصوير، وهذه المدن هما مدن المغرب اللي كيمثلوا العراقة والأصالة كذلك المعاصرة بالنسبة لمدينة الدار البيضاء. إذن الفيلم في الحبكة ديالو أنه كيجمع ما بين ما هو أكشن وما بين ما هو كوميدي، بالإضافة إلى الحركة، وكنشوفوا في هذا الفيلم هذا ابتداء من العرض ديالو في مدينة الدار البيضاء أنه لامس الجمهور المغربي، من ناحية أننا أصبحنا عندنا الاختيار أن أصبح الجمهور هو اللي كيقتني التذكرة باش أنه يدخل ويشجع المنتوج المحلي المغربي. احنا كنا كنعتمدوا في 90% حتى 99% من الانتاجات السينمائيه للمركز السينمائي المغربي. مثل هذه المبادره خاصها تشجع، لان مغامره في حد ذاتها، ان منصف مالزي والمجموعه اللي مشاركه معاه، الا شفنا البلاطو اللي مشارك في مجموعه ديال الافلام اللي شاركوا فيها هاد الممثلين، هما ممثلين كبار من الدرجه الاولى، سي محمد الخياري من الممثلين الكبار اللي تنشوفوهم في التلفازه وكبرنا معاهم، كذلك سي محمد الشوبي من الممثلين الكبار كذلك، بالاضافه الى محسن مالزي ومجموعه من الوجوه الشابه اللي شاركت في هذا الفيلم. واذا هذا الفيلم كذلك كيجمع ما بين مجموعه من الجينيراسيون، مجموعه من الاجيال ديال السينما وديال التلفازه في قالب نتمنى انه يروق للجمهور المغربي. وهذه المبادرة ما علينا إلا أننا نشجعها، لأن مبادرة مستقلة كما سبق وقلت، وأن صعب جدا أن الإنسان يدير بالإمكانيات الخاصة دياله يدير فيلم سينمائي من هذا الطراز، مع مجموعة ديال هذه الشخصيات اللي ذكرنا، هذه الممثلين وهذا الصف هذا تقني. كنعرفوا بأن السينما هي مكلفة ومكلفة جدا جدا، مي كنشوفوا بحال هذه المبادرة ما علينا إلا نشجعهم، كنتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا يكونوا مبادرات أخرى في هذا المجال هذا، ونتمنى ان الدوله تتوسع هذا المجال خصوصا مع القطاع الخاص. بالنسبه للفيلم تاكسي الابيض، شفت الجزء الاول، ما هو كله والا رسائل ديال صناعه الضحك، الفكاهه السوداء، وهو ما هو الا الخروج على الواقع ديالنا، الواقع اللي هو معروف، واقع مليء بالمفارقات والمتناقضات، ولكن بالتنكيد، بالمتعه، بالفرجه، اللي تنتمنوا الجزء الثاني نلقاو نفس المنحه ونفس الخطوط العريضة اللي نهج المخرج المراكشي محسن مازي، اللي هو خوه علامة مضيئة في عالم التشخيص في الدراما التلفزيونية المغربية. نتمنوا هذا الفيلم يحقق الريادة ويحقق قاعدة جماهيرية كحقق الفيلم الأول، اللي حقق واحد المتعة وحقق واحد التتابع والتسابق بالنسبة للمشاهد المغربي. هادشي نقدر نقول على هذا الفيلم.